مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة الوطنية التونسية. أصحاب الكلمة نسلموا عليهم. سيمون ذرج بنياني شنو حوالك؟ مرحبا. مرحبا. هذه الكلمة الأخيرة قاعدة تحضر فيها هكا على العرب بالضبط. بحذينا صاحبت كلمة صغيرة ولكن كلمتها عالية من أول ما عرفها الجمهور. غادة تهيمش مرحبا. عايشة كليل يا مرحبا بيكم وبكل مستمعين الإذاعة الوطنية ومرحبا بيكم الكل. تفكرتوها أصحاب الكلمة ولا لي؟ تفكرتوا شي برنامج فساحة كالطفلة الصغيرة اللي تحكي مليح بالعربية الفصحى وأبهرت العالم العربي؟ خليتها بالكاميرا قالت لك تشعرنا اللي احنا بلاش شباب شباب معنا. لا احنا شبابه ما هي اشب من اشبه صحيح وليه هي معناها الفورم تاعها العربيه هكا ولا لا دونك باش نعيشي باتل بين سلمى وبين عندي منافس اليوم سلمى ديما تصلح لنا في العربيه الفصحى اليوم عندك لا العفو شو نصلح لكم عندك منافسه ومشيت زاد الانجليزيه كملت غاده من العربيه ومشيت للمناظرات السياسيه تو بعد نفهموا علاش غاده بحذينا اليوم على خاطر فما حدث مهم باش نحكيوا عليه. غاده انت تقرا في لندن ولكن أكيد عينك ديما على الواقع التونسي. قل لي كيما أصحاب الكلمة شنو أكثر خبر شد اهتمامك بين البارح واليوم؟ أنا بطبيعة الحال ديما عيني على تونس وديما قلبي على تونس معناها ومحليها تونس كي تشوفها من برا. بالحق؟ وي محليها تونس كي تشوفها من برا وتشوف التجربة الديمقراطية التونسية وتشوف الثقافة متاعنا وتشوف برشا حاجات ياسر ياسر مزينة وأنا فخورة بها برشا الحقيقة. وذلك اللي خليني نجي من لندن باش نشارك كما باش نحكي من بعد في المناظرات التشريعية. اهتمامك الكل كان على المناظرة اللي هي باش نحكيوا عليها من بعد شوية. وبالتالي أكثر حاجة كنت مهتمة بها أني نتبع في النواب اللي باش يكونوا حاضرين معانا شنو قاعدين يعملوا حاليا في البرلمان باش بطبيعة في المناظرة نطرحوا عليهم الأسئلة. حتى احنا قاعدين نتبع فما مناظرة تلفزية باش يحضروا فيها نواب مجلس الشعب باش يقيموا عملهم خلال 99 يوم من الفترة النيابية 9 متاع الليل 99 يوم من أداء نواب مجلس نواب الشعب. غادة تهيمش اللي هي عضو فريق تحرير المناظرة 99 يوم برلمان أكيد باش تحطنا في صورة المناظرة هذية ولكن قبل كل شيء نحبوا نفهموا هل مبادرة مناظرة وإلا فكرة مناظرة اللي جات تفاجئنا بها التوانسة الكل على الشاشة وقت الانتخابات شنو حكايتها؟ شكون وراها؟ الجهات اللي وراها اللي تمولها اللي تعدها اللي تنتجها؟ وضح لنا أكثر. فقط قبل ما نبدأ جست توضيح صغير إلى اللحظة هذية اللي أنا موجودة فيها ما غير مؤكد أن التلفزة الوطنية ستبث المناظرة هذه ولكن أكيد نحن ندعو التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية أنه هما يشاركونا في هذا البث لكن مبدئيا فما القنوات الخاصة التونسية مجموعة كبيرة من القنوات الخاصة التونسية وأيضا إذاعات الخاصة وبعض القنوات العربية. يعني مش كما قبل مش كما المناظرات الأخرى تغير الحق الاتفاق. هو أنك سألت سؤال أنه فعليا المناظرات الأخرى كان بث مشترك وكان من الأول الاتفاق أن يكون هناك بث مشترك بين القطاعين العام والخاص الإذاعي والتلفزي ولكن المرة هذه فما اكسبسيون صغيرة ولكن إن شاء الله تكون كما قلت لك مرة أخرى نحن طبعا منفتحون على أن ونتمنى أن يتم البث عبر القنوات والإذاعات الكل. هذا نجيوها الاستثناء هذه ولكن خلينا نفهموا شنو هي مناظرة. مبادرة مناظرة هي منظمة تونسية كما برشا منظمات تونسية أخرى وهي منذ 2012 تشتغل في مجال المناظرات وبالتالي عندنا خبرة كبيرة في إدارة وإنتاج المناظرات وحتى في تدريب المتناظرين. دونك هذه هي مناظرة. يعني هي منظمة تونسية. هي منظمة تونسية. فما حسينا اللي فما اعتمادات مهمة طريقة الإخراج الإعداد المنظمة هذه منين تمويلاتها؟ أي دونك المنظمة هذه تأخذ تمويل مثلا باش نعطيك مثال ل 99 يوم أو برنامج تونس تختار الكل اللي بدأ مع أول مناظرة رئاسية وباش يتواصل حتى الغدوة في آخر مناظرة تقييمية للتشريعية. التمويل متاعنا جي من عند وزارة الخارجية متاع سويسرا وألمانيا. وزارة خارجية سويسرا وألمانيا تمول مناظرة اللي هي الأهداف الأساسية متاعها شنو؟ اللي هي بث في المطلق يعني نحن في مبادرة مناظرة ندعو إلى ثقافة المناظرات وثقافة الحوار ونريد نشارك أكثر عدد ممكن من الناس في صناعة الرأي العام. يعني قبل مثلا في المناظرات اللي كنا نعملوها من 2012 اللي كانت مناظرة تعملها من 2012 إلى قبل ما نعملوا المناظرات الرئاسية كان ديما فما حضور للشباب كنا نجيبوا صناع الرأي العام ونجيبوا معهم الشباب وبالتالي هكذا كان
نخليو الشباب يساهموا في صناعة الرأي العام، مش فقط الناس المعروفين كالصحفيين والكتاب وغيرهم. خاطر تعرف احنا اي حاجة فيها تمويلات أجنبية وفيها منظمات في تونس ديما نحبوا نوضحوها، نحبوا نفهموها، نحبوا نجاوبوا التوانسة على الأسئلة نتاعهم، وهذه من الأسئلة اللي طرحت. شكون يسيرها مبادرة مناظرة؟ شكون يقول توا باش نمشيو للبرلمان، توا باش نحكيو على المترشحين للانتخابات الرئاسية؟ شكون يحدد الخطوط العديدة هذه؟ بس قبل كل شيء بالنسبة لموضوع الشفافية، أنا نتفهم طبعا تساؤلات الشارع التونسي في علاقة بالتمويل الأجنبي، ونحن الناس نخدم في المناظرات من أجل زرع ثقافة الشفافية والمسائلة والمحاسبة، وبالتالي نبدأ برواحنا، يعني نحن منفتحين وشفافين تماما في علاقة بمنين ناخد التمويلات. طبيعي جدا أنه بلاد كيما تونس عرفت مرحلة انتقالية وعرفت انتقال إلى نظام ديمقراطي، المجتمع الدول الكل باش يحب يعاون لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية، وبالتالي يقدم ويدعم تمويلات لكل الناس اللي يشتغلوا لإنجاح هذه التجربة. هذا هو المبدأ في المطلق، وبالتالي مبادرة مناظرة ليست استثناء في هذا، كيفها كيف برشا منظمة تونسية تاخذ تمويلها من عند جهات خارجية، من عند اللي هما سويسرا وألمانيا في الحالة متاع مناظرة سويسرا وألمانيا، يعني من 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 جهات يعني معروفة، ونحن كما قلت لك نصرح بهذا بغرض إنجاح هذه التجربة الديمقراطية. مش كان المنظمات الغير حكومية هي اللي تاخذ هذا الدعم، أيضا الحكومات المتعاقبة على تونس أيضا هي تاخذ هذا الدعم. جيت وقلت مهم أنك معناها توضح كما باوسلا وكما اي واتش وكما برشا منظمات راهو يسطروا البرنامج بكفاءات تونسية، شباب تونسي هو يسطر، يعني ياخذوا فقط التمويل، هما يعطيوا البروجي نتاعهم وثم ياخذوا التمويل. معناها ما فماش إشكالية. فما بعض المنظمات اللي بالحق ياسر كثر الكلام عليهم على الفينانسمون من برا، لازم نشوفوا الفينانسمون تاع الأحزاب السياسية غادي الاختار مش في مناظرة ولا أي الاختار الاختار في كل مكان بصراحة. بدي فما تمويلات أجنبية لازم نوضحوا للتوانسة في إطار الشفافية، سواء الحزب وإلا منظمة من برا، معناها من حق الرأي العام أنه يتسائل. غادة، مناظرة جيت نظمة المناظرات للانتخابات الرئاسية، هذا أول علاقة الجمهور العريض بالمناظرة هذية. المحتوى اللي تقدم قول لنا في الأسئلة، في الاستضافات، في المصداقية، في الشفافية، في التكتم على الأسئلة هذية الكل، شكون اللي كان الضامن لهذا؟ صعب نحب نعقب على كلامه، هو قال كلام مهم برشا في علاقة بأنه المنظمات تكشف تمويلها. احنا ما بين المنظمات التي كما قلت لك بكل شفافية نكشف تمويلها، ما عندناش مشكلة في هذا، وأيضا بعض المنظمات اللي ذكرتها كما باوصلة هي شريك لنا في هذا البرنامج. حاجة وصحيح كلامك وقت اللي زادا قلت أنه الخطر يكمن وقت اللي الناس تتكتم عن هذا، يمكن فما بعض الناس اللي عندها شبهات، ولكن نحن كما قلت لك مرة أخرى ما عندناش مشكلة في هذا الشأن. بالنسبة لي قلت لنا على المناظرات الرئاسية والتشريعية من كان الضامن للشفافية وللحياد، وأننا نقف على نفس المسافة من الجميع. بالطبيعة يعني شريكنا في هذا كان التلفزة والإذاعة الوطنية، كان المرفق العمومي، ونحن يعني ننزه المرفق العمومي عن أي شك يعني بالطبيعة. يعني المرفق العمومي الإذاعة والتلفزة هي اللي كانت الضامن وأنت للشفافية والمصداقية في المناظرات. هذا دليل على هذا دليل أنه يعني هناك التلفزة الوطنية والإذاعات، يعني المرفق العمومي الإعلام العمومي، وهناك أيضا قطع الإعلام الخاص، هناك النقابات، نقابة الإعلام العمومي، نقابة الإعلام الإذاعات الخاصة والتلفزات الخاصة. كان فما حتى تعامل يعني مع ليزي ولايكا، يعني الشراكة كانت مع الهيكل هذه الكل، وليزي ولايكا اللي عملوا هبطوا البيان الموحد اللي هو نظم قانون المناظرات. واضح به. وتوا في 99 يوم برلمان، شكون شركاء مناظرة؟ اليوم ما زلنا نتعاملوا مع نفس الشركاء في القطاع الخاص، وما زلنا نتعاملوا وزدنا دخلنا معنا منظمات كما قلنا باوصلة اللي هي الشريك معنا،
وسوف نعمل يعني بنفس الطريقة. علاش غابت التلفزة الوطنية؟ كان عندك معلومات؟ والله صدقني ما عنديش معلومات دقيقة في هذا الشأن، ولكن أنا نجم نحكي لك أكثر كيفاش باش تصير 99 يوم وقت أنت تفهم الفرق. أنا جايينها 99 يوم أي؟ ما فماش خلاف معني مع التلفزة الوطنية؟ ليس لدينا خلاف، ليس كان تعامل، كان تعامل يعني في غاية من الحرفية والمهنية مع التلفزة الوطنية، ونحن نشكر لهم يعني تعاونهم معنا. يعني هو خيار فقط انها مش باش تبث المناظره هذه؟ هو ما فهميش الى الان، ما فهميش حكيت انه مش الى حد الان. هو هي الفكره لليوم، هو شنو اللي صار انه الى اليوم مثلا في المناظرات السابقه كانت عمليه التحرير تصير بتنسيق من الجميع. اليوم هذا الطرف قد يكون غائب عن عمليه التحرير، اليوم نحن الذين نقوم به العمليه. انت عضو فريق التحرير، ثم بعد نحكيه على التحرير. سي المنظر عندك تفاعل مع غدا؟ اي حبيت نسال وأنا نبني كلامي على اللي رناه في المناظرات الرئاسية. شكون حضر المنتوج وطريقة إخراجه؟ ما عندها يندرا، عندكم قالب، عندكم ناس صحفيين، عندكم كما البرامج الدولية كل واحد يشري حقوقها بديكورها بطريقة تقديمها، أم مانيش عارف حتى بالمفروض. أنا سؤالي اللي في المناظرة لاحظت اللي الصحفيين كانوا مقيدين ياسر، ما كانش ماريتش الخط التحريري بتاع المرفق العمومي في البرنامج بتاعكم. معناها مش قلت راهم لا لا، فقط نقول معناها شكونكم انتم اللي حضرتوا كل شيء كليوم ما مديتوا؟ ما مديناش كليوم ما في المناظرات السابقه، بل بالعكس كان هناك وجهات نظر مختلفه وخذيناهم الكل بعين الاعتبار، وكان من يقود العمليه هو المرفق العمومي التلفزه الوطنيه والاذاعات العموميه. لا بل بالعكس التمشي نتاع شنو الاسئله اللي قلت انت انه هي ما شفتش فيها الخط التحرير بتاع التلفزه الوطنيه. مش في الاسئله، لا مش في الاسئله، انا حكيت البرنامج ككل معناه مريضة حتى برنامج هكاكا في التلفزة الوطنية. الأسئلة في تحريرها الساعة يعني كان بالعكس، كانت التلفزة الوطنية، ولكن في إطار أنه التلفزة الوطنية أرادت أن تكون محايدة جدا، وبالتالي الأسئلة ما كانتش خاصة يعني. يعني كانت أسئلة مغلقة اللي تحتمل إجابات فيها تساوي بين مختلف. ولا وكانت تم اختيار، وقع الاختيار الأسئلة بالقرعة. واضح. خلينا نجيو للبرلمان. بالنسبه بربي سامحني اريد ان اجيب فقط على موضوع الانتاج. صحيح هو انتاج، يعني انا اعتقد انه انتاج يفخر به كل توينسا في علاقه بالكاليتي ديماج، كاليتي نتاع المنتوج، السمع البصري كما قلت حاجه بصرتش قبل، نوعيه الصوره وحتى الصوت والاخراج. الاخراج هذاك الاخراج كله اخراج، كله صدقني كفاءات، يعني كفاءات محليه ونحن لدينا الخبره. انا نعرف ولا التلفزه هذوك بلا ما جاوبتني، يعطيك الصحه جاوبتني. باش نجيو 99 يوم برلمان، المناظرة اللي قاعدين تحضروا فيها الغدوة، شنو حكايتها؟ حكايتها انه هي جيت في اطار هذا المشروع المتكامل متاع تونس تختار. تونس تختار اللي يبدا بالمناظرات اللي يتمكنوا من خلالها المترشحين للرئاسية او للانتخابات النيابية انهم يعرفوا بمشاريعهم الانتخابية في إطار يعني في فضاء اللي يعطي للناس نفس الفرصة أنهم يقدموا البرامج متاحهم. ولكن علاش عملنا 99 يوم من البرلمان أو زادة أيضا 99 يوم متاع الرئاسية؟ الفكرة منه أنه نحب نرسخه لثقافة معينة، أنه واجب المواطن التونسي في علاقة بالعملية الديمقراطية لا ينتهي وقت اللي يحط ورقة الانتخابات في الصندوق، بل يبدأ هناك. يعني المراقبة، معني المراقبة، يعني المواطن التونسي، نحن الحمد لله في تونس يعني هناك رقابة من الإعلام وهناك رقابة من المجتمع المدني، ولكن لاحظنا أنه ما فماش فضاء يستطيع من خلاله المواطن التونسي أن يراقب ويسائل ويحاسب مسؤوليه، وهذاك علاش خلقنا هذا الفضاء باش من خلاله تتم عملية المراقبة والمسائلة. يعني المواطن غدوة هو اللي باش يسأل النواب؟ يعطيك الصحة، إذا فعليا هذا هو. أنت استبقتي ولا استبقت اللي أنا حبيت نقوله من الحاجات اللي باش تشوفوها واللي ممكن ما كانتناش فرصة أنه نعملوها قبل، أنه تشريك المواطن بطريقة مباشرة في طرح الأسئلة. يعني باش يكون فما جمهور من المواطنين، باش يكون فما جمهور، فما زوز حاجات، باش يكون فما بين الحاضرين، باش يكون فما مجموعه من المواطنين اللي جايين من مختلف الجهات اللي جايين ايضا منها النواب، باش يطرحوا عليهم الاسئله بطريقه مباشره. وهناك ايضا عندنا البلاتفورم نتاعنا، اذا المنصه الرقميه نتاع مبادره مناظره اللي هي تونس تختار، تونيزيا ديسايدز، اللي من خلالها
يستطيع المواطنين التوانسة أنهم يسألوا أسئلتهم ونحن باش نعديو باش نختاروا معنا مجموعة من الفيديوهات. فما ناس باش يبعثوا لكم على المنصات ديجا بعثونا، فما ناس باش يجيو من الجهات باش يسألوا على أي أساس اخترتوهم الناس الجايين. أول حاجة وفما حاجة أخرى أنه حتى الأسئلة اللي قاعدين نحن في فريق التحرير نحضروا فيها قاعدين زيدا نشوفوا شنو التوجه العام بتاع الناس في علاقة بطرح الأسئلة ونحاولوا أنه نسانسبيغ من هما شنو يقولوا ونحاولوا زيدا نطرحوا أسئلة. يعني فما أسئلة اللي في فريق التحرير، فما أسئلة للمواطنين عن طريق المنصات، وفما أسئلة للمواطنين الحاضرين. كيفاش اخترتوهم المواطنين الحاضرين؟ أنا توا وأنا خارجة من مقر مبادرة مناظرة جاية بحذيك ما نعرفش شنو هي الأسئلة اللي باش يسألها الجمهور. ولكن كيفاش اخترتوا بالنسبه للمنصه؟ نرجع لك مره اخرى نفس السؤال غير. بالنسبه للمنصه نتاع اختيار عشوائي كيفاش معني؟ بالنسبه شوف احنا في مناظره عندنا حاجه اللي هي الاوتريتش، انه كما قلت لك نحن عندنا خبره ايضا في تدريب في تدريب المتناظرين، وبالتالي مشينا للجهات التونسيه الكل دربناهم فسرنا لهم كيفاش يطرحوا الاسئله، علمناهم كيفاش يقوموا بهذا، ومن بعد قاموا هما بطرح الأسئلة وريناهم أيضا وعود النواب، لأنه كنت تفكروشي في مناظرات 99 يوم متاع التشريعية وحتى الرئاسية في آخر ديما الفقرة الأخيرة هي شنية وعودك للناخبين. دونك احنا ذكرنا الشباب هذوما والمواطنين بصفة عامة في الجهات بالوعود هذية، وقلنا لهم تسألوهم أسئلة في علاقة بال وعود امتحان. دونك هذا هو هذه المناظره اللي نستناوها غدوه على الشاشات التونسيه. 99 يوم من البرلمان، قداش من نائب باش يكون حاضر تقريبا باش يتلقاو الاسئله هذه ويجاوبوا عليها؟ دونك بالنسبه للساده النواب اللي باش يكونوا حاضرين معنا هما سبعه نواب هذوما هما نفسهم اللي حضروا معنا في التشريعيه، ما نعرفش كنت تحب نسميهم لك ولا ما تستحقش الاسماء. دونك كريمونا المحل قناعي يعرف بيت الحال، يعرف بيت الحال، ما هو فما نحب نعرف، نحب نعرف شكون قال لك ليه، معناها شكون استدعيتوه وقال ما عينيش نجي بصراحه نخاف شويه من المواطنين. عنده ما يعمل تعرف والله نحب نقول لك ساعات كيما قلت لك قبيله وقت سالتني على تونس كنقول لك راهي تونس احسن ياسر من اللي نحن نتصور. كل النواب قالوا لي هما باش يرجعوا والتزموا بهذا، وبالتالي حقوا اول وعد من وعودهم في من وعودهم اللي في في في, في يعني يحبوا التاور وشكونهم. شكونهم ساعه باش نفهموا انه نفس الناس اللي كانوا حاضرين معنا في المناظرات التشريعيه هما بيتهم اللي باش يعاودوا. كيفاش علاش حضروا هما بالذات ساعه في المناظره التشريعيه؟ خاطر صارت عمليه قرعه كما قلت لك، يعني في اطار الشفافيه وكل عملنا عمليه قرعه ووقع الاختيار بالطريقة هذه. يعني اعتمدتوا القرعة الأولى حتى باش يعاودوا يرجعوا زيادة نفسهم، خاطر هما اللي قدموا وعود، وبالتالي منطقيا هما اللي التزموا متابعة في تار فوالا هما اللي التزموا بوعود معينة وجايين اليوم باش نقيموا مدى التزامهم بالوعود نتاعهم. اذا عندنا سي عدنان بن ابراهيم من حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري نائب عن دائره المنستير، سي سالم الابيض نائب عن حركه الشعب مدنيين، سي حاتم المليكي نائب عن دائره الكاف اذا هو ينتمي الى قلب تونس، عندنا سي عامر العريض النائب عن دائره مدنيين ينتمي الى حركه النهضه، سي علي البجاوي عطيشي من الحزب الدستوري الحر نائب عن دائره بنزرت، سي حسونة الناصفي عن حزب مشروع تونس نائب عن دائره قابس، واخيرا وليس اخرا السيد ياسين العياري من قائمة أمل وعمل المستقلة نائب عن دائرة فرنسا. هذوما اليوم كنوا حاضرين. شفت بربي شفت القرعة. وينهم نسايا القرعة ومتاعها. القرعة ماهيش بوجهها. القرعة ماهيش بجندرة. القرعة ما تسعرش بجندرة. أنا نحب ملاحظة، عندكم حل باش تقضيوا على الأجوبة الخشبية؟ اي على خاطر باش يكون فما أسئلة وأسئلة متابعة. خاطر عندنا من غاديك بطولة أوروبا خلنا نعطيك. راه كيفاش يعملونا الواحد باش نمشيو لمدريد ونمشيو لبرشلونه؟ لا 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 انا ننصحكم ما تغيروش التلفزه على خاطر باش تشوفوا حاجه عمركم ما شفتوها. باهي اصحاب الكلمه حذروا اسئلتكم للنواب بعد شويه باش تقولوا لنا شنو الاسئله هذه قبل ما تبعثوها على المنصه، راجعين بعد شويه. Mm-hmm.
لاصحاب الكلمه. مرحبا بكم اصحاب الكلمه. اليوم سلمى جلاسي، كريم بن سعيد، منذر جبنياني. ضيفتنا هي غاده هيمش، وتحكي لنا على مناظره 99 يوم برلمان. قلنا باش يسالوا، باش يقولوا شنو اسئلتهم للنواب اللي راجعين بعد 99 يوم عمل. شنو تنجم تسالهم سلمى؟ كان نقول لك اكتب لنا سؤال على منصات التواصل الخاصه بمناظره. تسالني الاولاني خلي سلمى اكثر، عندك اكثر من سؤال سي المنظر، باش فكر اكثر. وقتاش تبدا تخدم؟ سي منظر نبداو السؤال احنا. لا لا، سؤالي الاول، سؤالي الاول انا نقترحه باش على كان جا تاخذوه في القرعه. على صيغه السؤال انا فقط باش نعطيك على صيغه السؤال. صيغه السؤال نبداو بسيد النائب، ايش عملت لنا فيه؟ ايش عملت؟ هذا باهي. ايش عملت سيد النائب؟ ايش عملت؟ سيد النائب خدمتك. تعطي اذكر حاجه عملتها سلمى. فكيت لك سؤالك. لا لا ابدا. الحقيقه هما النواب الموجودين كل هما ما همش في دائرة اهتمامي إلا الاهتمام الجماعي بالمجلس. أنا نتصور نجم نسأل أسأل الناس اللي انتخبتهم أعطيتهم ثقتي، مش ممثلين في في القائمة هذية. أما نحب نسألهم، معناتها لو كان من الممكن أنه تحدث انتخابات أخرى يعاودوا يترشحوا ولا كريم. سيد النائب، ايش عملت في المحكمة الدستورية؟ بالنسبة لي انا سؤال مهم جدا. نجم نناقش يعني كيفاش ستركتور معناها نتاع الاشكالية انه 99 يوم يظهر لي مبكر. ساعة ديما 99 يوم و100 يوم، وقلتها المرة اللي فاتت معناها ما عندها حتى سونس، هي معناها ريالمون ما عندهاش معنى. علاش 100 يوم؟ علاش مش 150؟ علاش مش 50؟ في قداش تقترح؟ ابوبري عام، عام على قليلة، خاصة هي على خاصة هو ماهوش رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة، هو نائب، هو نائب. اليوم عنده عمل 3 شهور، شنو باش يعمل؟ باش يعمل مشاريع قوانين، باش معناها الديلي قصير ياسر. إذا تقول له وعود انتخابية، وعود انتخابية باش يحقق جزء منهم في 100 يوم فقط، صعيب ياسر. هو ديجا صعيب باش يحققهم في 5 سنين. التوانسة متفقين معاك ولا لا؟ احنا سيرين كافي خرجت للشارع وسألتهم 99 يوم برلمان، نواب الشعب راضين على أدائهم ولا لا؟ شوف شنو كانت الإجابة. بعد 99 يوم من تركيز البرلمان، أنا كمواطن مانيش راضي على أداء النواب. كيف جيت صوت على برنامج انتخابي، اليوم ما رينا حتى نقطة من البرامج الانتخابي هذا طبقه، يعني من شيرة المعارضة ولا من شيرة يعني الأحزاب اللي نجحت في يعني متصدر البرلمان اليوم، حركة النهضة ولا قالب تونس ولا أي حزب آخر. اليوم الأحزاب ما زالت تعمل في محاصة حزبية، ما زالت توتي الحكومة ما تشكلتش بعد تقريبا 5 أشهر من تركيز البرلمان، الحكومة ما زالت ما تشكلتش. هذه يعني تونس ولات كعكة يقسموا فيها السياسيين. والله انا كمواطنة معناها ما استفدت حتى شيء، برغم اللي صوتنا وتوا يجي خير والجايين خير، اما شيء معناها لتوا ما تحققت حتى منفعه منهم. بعد 99 يوم الحقيقه مانيش راضي على اداء البرلمان، ومانيش راضي عليه، معناها مانيش راضي عليه بكل، اصلا ما عملش حاجه اللي تخلي شكون يرضى عليه. ديجا هما تو ما همش قاعدين يقدموا فيه مشاريع ولا يصدقوا على مشاريع، فقط معك قاعدين يتعاركوا من اجل مصالحهم الشخصيه والشخصيه الضيقه. معناها خاطر مكثر الاحزاب توا نشوفوا فيها مع عباره ماهوش نقولوا نحن عرك اللي يصير في البرلمان كيف ما يصير في البرلمانات الكل اللي هي هذيك، معناها اختلاف في الاراء وحريه التعبير، لا هذاك اللي نشوفوا فيه نحن هو عباره على عرك شوارع. بعد 99 يوم باللي شدوا النواب كراسيهم، شخصيا مانيش راضي على الشيء اللي نشوف فيه. احنا حبينا نقدموا خطوه، نلقوا روحنا مازلنا في صراعات ايديولوجيه بين النواب، الوركو المصلحه العامه كانها حاجه ثانويه في المجلس، ولينا نشوفوا فيها تصفيه حسابات كذا، نعتصموا نعرقلوا سير المجلس هذا اللي نشوفوا فيه. واي مواطن تونسي ماذا بيه على المصلحه العامه مستحيل يكون راضي على الشيء اللي نشوفوا فيه. يستعملوا في الفاظ تصرفات غير لائقة ولا تليق بصورة تونس في الخارج، ولا تليق بصورة البرلمان، معناها كمؤسسة حكومية ولا مؤسسة وطنية. النواب قاعدين يخدموا في مصالحهم، آخر اهتماماتهم هم مصالح الشعب. اليوم مش قاعدين يغلبوا في مصلحة الوطنية، اليوم كل واحد يجبد روحه. اقتصادنا في حالة، قفة المواطن في حالة، أمن زاد حالة، يزم اليوم يشوفوا بعين الرحمة للشعب هذا ويشوفوا البلاد، خاطر كان دامت الغير من ما قالت إليهم. هذه عينة من آراء التوانسة. شنو تعليقكم أصحاب الكلمة؟ نبدأ معك غادة.
هذا يزيد يأكد لي حاجتنا للمناظرات نتاع 99 يوما من باش نسمعوا اجوبه النواب باش نسمعوا اجوبه النواب وباش نعقب زاد حتى على كلام كريم قبيله قال 99 يوم هي لا تكفي. طبعا هي لا تكفي ولكن احنا ديجا في المناظرات قلنا لهم في 99 يوم الاولى شنو باش تعملوا. نحن لا ننتظر منهم معناها حل مشاكل تشغيل ولا انفراستركتور ولا صحه ولكن فما مبادرات صغيره اللي نجموا قطعا يعملوا في 99 يوم نختاروا منهم حسن النيه تقول هكا غاده سي المنذر. في المبدا التجربه طيبه كمسائله كمتابعه طيبه ونصفقوا عليها مرحبا بها. لكن في الواقع مبدا المراقبه مبدا المسائله تاع 99 يوم بالنسبه للواقع التونسي مش الواقع التونسي الواقع البرلمان التونسي قد لا يستوي الحال. ربما كان جات مقاربه تاع تشهير بمهازل وباخطاء اللي قالوا الناس معناها على العنف اللفظي وعلى ربما كانت تكون أجدى. سلمى أنا نحييهم الحقيقة أولا لأنهم فاجئونا مفاجأة سارة لما انعقدت المناظرات هذه كأول تجربة في العالم العربي في ظل ديمقراطية ناشئة. وأما المتابعة ثقافة المتابعة على تسعى مبادرة المناظرة لترسيخها أعتقد أنها جيدة في حد ذاتها ولكنها تحتاج ديمقراطيات مستقرة بمعنى انه مثلا 100 يوم في ديمقراطيه مستقره يكون فما نتائج نجم تتبعها بينما في الحاله التونسيه مازلنا حتى ما شكلناش الحكومه مبادرات مشاريع القوانين مش موجوده الكتل مش قادره تقدم معناها مبادرات للمجلس وتلقى الاستجابه في ظل الواقع السياسي المتغير واللي هو هش بطبيعته. اما كفكره في المدى المتوسط على الاقل فكره جيد. كريم ايه بصراحه انا باش ندافع شويه على البرلمان مثالش ماذا بينا نستغلوا حتى انت كل يوم غادي الفرصه ماذا بينا نستغلوا الفرصه هذيا زاده باش نعاودوا نفسروا للناس شنو قاعد يعمل البرلمان التونسي وعلاش هو موجود وشنية خدمه النائب خاطر فما برشا شعبويه في التعامل مع شنو خدمه البرلمان. قول لنا خدمه النائب انه يكون حاضر في اللجان انه يقدم معناها مقترحات معناها مقترحات قوانين مقترحها كيك مشاريع قوانين مشاريع قوانين تسمى مقترح كيبدا من عند من عند النائب وانه زاد يستمع المشاغل معناها الجهه نتاعو في فما اسبوع الجهه اللي نشوفوه اليوم مثلا شفنا محتجين اليوم طالعين في السور نتاع باب برلمان هذايا نتيجه الشعبويه الكبيره اللي موجوده في التعامل مع مجلس النواب. عندك مشكله ما تمشيش للمجلس عندك الاكزيكوتيف عندك اسمه الجهاز التنفيذي عندك برشا حاجات هذيا بالنسبه لهم طريقه باش يوصل صوته ويعرف خلينا نخرج من الشعبويه ونقول التوانسه مساكن وكذا خلينا نخرج منها هذايا ما لازموش يكون موجود بصراحه. ناس طالعه فوق الواحد قال شنو حل لي مشكلتي ماهوش جاي غادي باش يحل لك انت مشكلتك سي دراشكو. هذا يا رايك كريم بن سعيد اكيد بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل يرى اي طريقه باش يوصل بها صوته للجهات تنجم تكون نافذه وفاعله في البلاد هذيك علاش يمشي للاتجاهات هذيا. شكرا لك غاده هيمش عضو فريق تحرير مناظره 99 يوم برلمان تفضل في 30 ثانيه. اي فقط نحب نختم نرجع على نشكركم برشا يعطيكم الصحه على الكلام اللي قلتوه واللي في مغلبه يعني في غالبه في معظمه كان كان ايجابي في علاقه بتجربه مبادره مناظره. فقط بسرعه باش نقول لك حكايه التشهير يعني نحن كمنظمه يمكن الاعلام دوره يمكن قد يعمل يقوم بهذا الدور ولكن نحن كمنظمه مجتمع مدني نريد لا ما دامكش تمشي الاعلام عاد لازمك تخدم كل الاعلام نحن نريد ان نسائل والمحاسبه ماهيش بالضروره سلبيه قد تكون محاسبه ايجابيه يعني اذا النواب قاموا بدورهم كما ينبغي يعني يستحقون الحاجه الاخرى يعني تنجموا تشكروهم غدوه معني قد يكون اذا هناك يعني في مسائل معينه قاموا بحاجات ايجابيه يعني الى غدوه 9 نتاع الليل ونشوفوا المناظره 99 يوم لنواب الشعب شنو عملوا فيها في الاذاعات علاش مش في التلفزه الوطنيه. انا ندعوكم توا انكم تدعيوا التلفزه الوطنيه انه هي تبث هذه المناظره احنا ندعوكم انتم تراجعوا شروط التلفزه الوطنيه وتشوفوا لعل انتم دخلتوا في التحرير اكثر من ان شاء الله يتم البث والله ان شاء الله قد نتوصل الى قد نتوصل الى بث مشترك نحن في مبادره مناظره نحن اصحاب فكره توحيد البث المشترك لانه في الايامات العاديه المواطنين التونسيين يتفرجوا على التلفز والاذاعات اللي يحبوها هما في علاقه احنا نتصوروا ما دام فيها ما يحترم الخط التحريري للمؤسسه العموميه اكيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله باش نشوفوا هالمناظره هذه راجعين بعد شويه لاصحاب الكلمه.